لا انت هتتكلم هتتكلم. يعني دكتور نور الشريف ده من تلاميذك؟ لا نور لا، بس انا درست للجيل اللي بعده على طول. انما قول لي يا دكتور، حضرتك تعرف الفنان احمد السقا؟ طبعا انا كنت بدرس له، وانا اول واحد تنبأت له انه هيكون نجم. ما شاء الله، انا بحب الولد ده جدا. يا سلام. انما ما تاخذنيش يعني يا دكتور ولا فيها رزاله، يعني لما انت اللي علمت الناس دي كلها، امال انت ما مثلتش ليه؟ في الحقيقه الموضوع مش بيتقاس بالشكل ده. امال بيتقاس ازاي يا مؤاخذه؟ هو مش طباخ السم بيدوقه برضه ولا ايه؟ وعاوز يروح. وحيروح. وراح. هو ده كان الحل. اروح مكان جديد فيه ناس لا اعرفهم ولا يعرفوني. اقول اللي انا عاوزه. وارسم الصورة اللي اخترتها للدكتور محمود. مساء الخير. مساء النور. حضرتك دكتور في فنون مسرحية صح؟ أيوة، دكتور محمود عبد السلام. أنا اسمي هند، بشوف حضرتك كتير قوي في المعهد. لكن ما يتهياليش إنك طالبة عندنا. لا لا للأسف لا، بس ليا أصحاب كتير قوي بروح أزورهم. وإنتي طالبة ولا بتشتغلي؟ لا أنا بشتغل ممثلة. وعلى فكرة إحنا بنصور فيلم هنا جنبك، يا ريت حضرتك تشرفنا يعني. بطولتك؟ لا لا للأسف لا، أنا بعمل دور قد كده. بتشتغل إزاي من غير ما تدرسي؟ لا ما أنا بتدرب كتير قوي، وبعدين أنا لسه بعمل أدوار صغيرة يعني، وبتفرج على أفلام وبقرأ. هو مش مفروض تشتغلي أساساً من غير ما تدرسي ولا أدوار كبيرة ولا صغيرة؟ ليه، هو حضرتك من النقابة ولا إيه؟ وعشان بقولك ادرسي بقيت من النقابة؟ لا أصلا أنا شخصياً شايفة. شخصياً؟ خير يا دكتور، في حاجة؟ لا 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 لا، اتفضلي كملي. انا شايفه ان المهم الواحد يبقى موهوب. طبعا يا ريت يكمل ده بالدراسه، بس الناس اللي احنا بنحبهم بنتفرج لهم على افلام ما بنبقاش فاكرين هم متخرجين من المعهد ولا لا. لا يا شيخه. طيب والله كويس. بص يا هند، اسمي هند. هند، هقولك على حاجتين يمكن ينفعوكي في حياتك. اولا الناس دول متخرجين من المعهد، ولولا انهم قعدوا 4 سنين يدرسوا على ايدين اساتذه كبار ما كانوش وصلوا لحاجه. ثانيا، طول ما انت بتفكري بالطريقه دي عمرك ما هتوصلي لحاجه، وهتفضلي واقفه مكانك بتعملي ادوار قد كده. عموما متشكره قوي على النصيحه، فرصه سعيده. يلا الو. ايه هاني، ايه الاخبار؟ تمام. بقولك ايه،
انتوا في دكتور عندكم اسمه محمود عبد السلام؟ طب انا عايز احضر له محاضره. النهارده هنكمل شغل في الجزء اللي حضرناه من هاملت وعملنا له تحليل نص وشخصيه. يعني المفروض تكونوا حافظين صمت، لان انا ما عنديش استعداد لاي واحد او واحده يطلعوا يهبلوا ويستعرضوا جمالهم ويخف دمهم. مين اخر اتنين طلعوا؟ احمد يحيى ورباب. اللي بعدهم يطلعوا على طول. هنبدأ منين يا دكتور؟ مولاي الأمير هاملت. مولاي الأمير هاملت، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير فلك الحمد يا جميلتي. مولاي، بودي أن أعيد إليك الهدايا التي حظيت بها منك. مني أنا؟ كلا، فأنا لا. يا ابني سيب انفعالاتك تطلع، عاوزك تحسسني بكل اللي بيدور جواك. استخدم صوتك، صوتك لازم يرج المكان يا جماعة. الصوت أهم أداة من أدوات الممثل. حضرتك معانا؟ أنا؟ أيوة. أيوة دكتور، هي معانا. أنا آسف إن أنا ما بلغتش حضرتك، دي الأنسة هند صاحبتنا، وأنا قلت ما يصحش تيجي لحد هنا وما تحضرش محاضرة حضرتك. أي حد عنده ضيف بعد كده يبقى يبلغني قبل المحاضرة. عموما شرفتي. اتفضلوا كملوا. مولاي الأمير هاملت، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير. يا ابني أنا مش حاسس بأي انفعال في صوتك. يا دكتور طبيعة شخصية هاملت إن أزمته داخلية. يا حبيبي داخلية خارجية المفروض توصلني، صح؟ صح يا دكتور. أنا عاوزك تتصور واحدة ست عجوزة سماعها تقيل ونظرها ضعيف وقاعدة في آخر كرسي في الصف. انزل يا ابني تعال اتفرج عليها. ابتدي يا بنتي. مولاي الأمير هاملت، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير فلك الحمد يا جميلتي. مولاي، ودي أن أعيد إليك الهدايا التي. إيه يا بنتي؟ شايفاني بناهد وروحي طالعة، وأنت واقفة زي الشجرة. خدي من أدائي. يلا من الأول. مولاي الأمير هاملت، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير فلك الحمد يا جميلتي.